عايز عندي فرصه ان انا لقيت لعيب كويس اقدر اشتريه بالفلوس دي اشتريه كويس. لكن انا ما اتكلمت، انا ما كانش اي هدف غير ان انا عايز مصلحه النادي، ان مصلحه ناخد الفلوس. طب احنا دلوقتي بقى لنا حوالي بنتكلم موضوع كهربا حوالي 6 7 شهور. نعم. 8 شهور. وقال لك مش هيلعب بكره ولعب وقعد يلعب للنهارده ومش هيلعب الماتش اللي جاي، وجاي جواب من الفيفا والاتحاد المصري من طازه، كله كلام صحيح. طب ايه الاخر الاخر النتيجه؟ طب النادي الاهلي بيستفيد منه، طب نادي الزمالك بيعمل ايه؟ ما بيستفيدش منه، فلازم انا استفيد. عايز فلوسي او حقي، حقي حق اخده من كهربا، مش هتسيب اي حاجه منه. لا حق النادي، حق ولا شعره.